السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في حصة معا رشاد. اليوم الخميس 21 فبراير 2019. أود أن أتكلم اليوم عن الاحتجاجات التي تعرفها الجزائر، والتي ماشي في مدينة ولا في وحدة، ولكن في عدة مدن: خنشلة، قسنطينة، خراطة، ومدن أخرى. هذه الاحتجاجات بطبيعة الحال هي احتجاجات لشعب جزائري اللي كره الأوضاع اللي راها فيها البلاد، كره هذا الظلم، كره هذا النظام الذي تسلط على بلادنا من 1962، كره من هذه الحقرة، كره من التهميش، كره من هذا الفقر المدقع الذي يمس تقريبا 50% من الجزائريين، كره من الأوضاع الاقتصادية التي آلت إليها البلاد بالرغم من الموارد الضخمة التي تمتلكها هذه البلد. فبطبيعة الحال كما يقول لك، هذه القطرة اللي تدفق عليها الكاس أنه ما بقاش يحمل. يعني هذه العهدة الخامسة حقيقة جاءت لتتوج سنين أو عقود من هذا الظلم، من هذا الفساد، من هذا النظام الفاشل اللي حقيقة راه يدي البلاد للهاوية، ورحنا نشوفوها بأعيننا أن البلاد راها رايحة لمستقبل مظلم، في نفق مظلم، ومستقبل مظلم أيضا. هذه الاحتجاجات احنا في رشاد نساندها بطبيعة الحال، ولكن نقول للجماعة والناس اللي يتبعونا أن المطالب لا يجب أن تختصر على العهدة الخامسة أو ضد العهدة الخامسة. نحن في رشاد منذ نشأة حركة رشاد في 2007 نطالب بتغيير جذري لهذا النظام بطرق مرة أخرى سلمية ولا عنفية. هذا البوتفليقة ليس هو المشكل في الجزائر، هو جزء من المشكل. المشكل في الجزائر كما تعلمون هو النظام الذي جاء ببوتفليقة، النظام الذي نصب بوتفليقة، النظام الذي أعطى عهدة خامسة. هذه العهدة عهدة العار، عهدة التي تهين الجزائريين أكانوا في الداخل أو في الخارج، أصبحنا مسخرة. أصبحنا حتى واحد يقول باللي واحد ماشي راه يقدر يشوف روحه حتى في المرايا. يعني كيفاش احنا جزائريين نقبلوا بهذه الإهانة؟ وأظن أن الوقت حان أو الوقت جاء باش الجزائريين ينتفضوا بمئات الآلاف ضد هذه المسخرة حقيقة. وكما قلت نحن نساند هذه الاحتجاجات بشرط أن تكون سلمية لا عنفية. لماذا نؤكد على لا عنفية؟ احنا في رشاد مرة أخرى من 2007 قلناها في فيديوهات، قلناها على القنوات، أن هذا خيار استراتيجي. الجيش مدرب أنه يدمر عدو، هذا هو كيفاش مدرب الجيش ولا حتى الشرطة ولا حتى الجندارمة، هذا هو التدريب ديالهم. ما مدربوش باش يبنيو، هذه بطبيعة الحال ماشي يعني ماشي غير الشعب، ماشي غير الشرطة ولا الجيش الجزائري، كل الجيوش هكا مدربة باش يكون عندها عدو تدمر العدو. فنحن لسنا أعداء لكم، نحن من صلبكم، نحن من جلدتكم، نحن جزائريين نريد تغيير هذا النظام، هذا النظام الذي يهين أعوان الشرطة والجيش، الذي حتى هما اللي عايشين ظروف قاسية صعبة بالك أكثر منا، لأنهم هما يجيبهم لي زوردر ويطبقوا، اللي ما يطبقش الأوردر ياكل الكف، فبالك راهم يقاسيو أكثر منا وحنا ما على بالناش. ولكن كاين أمور مفصلية في تاريخ البلدان وفي تاريخ الشعوب، أنه لما يجي الوقت أنه هاد الناس خاصهم يختاروا الطريق الصحيح، يختاروا الضفة
التي تواكب التحولات التي تعرفها الجزائر وحتى البلدان العربية بصورة يعني أكبر. فهذه الأعوان تاع الجيش وهذه الشرطة ما خاصهمش يضربوا الشعب، ما خاصهمش يستفزوا الشعب، ما خاصهمش يمارسوا العنف على هذا الشعب، لأن التاريخ لا يرحم. هذه المراحل عرفتها بلدان أخرى خاصة في أمريكا اللاتينية وفي أوروبا الشرقية. هذا التاريخ لا يرحم إذا مارستوا العنف، أنهم إذا كان فيه توثيق، وهذا ما نطلبه من المحتجين، أنهم يوثقوا كل شيء، أنكم لا ما تدخلوش يعني في ملاحقات قضائية من بعد لما يطيح هذا النظام، لأن هذا النظام يطيح ما نقدروش نروحوا ضد التاريخ. هذا الشباب تاع اليوم ما ولاش يحمل الظلم، ما ولاش يحمل كبت الحريات، ما ولاش خاصو يتنفس، خاصو يتمشى بأمان في بلاده، خاصو يكون عنده بلاد مزدهرة اقتصاديا اجتماعيا ثقافيا. هذا واش خاصو الشباب. الشباب ما ولاش يحمل هذه الأوضاع. فما تختاروش الطريق الخاطئ يا أعوان الجيش والشرطة. إذا كان فيه أوامر خاصكم ترفضوا هذه الأوامر أن تمارسون العنف على الجزائريين، لأن منذ 56 عام وانتم راكم تحاميوا على هذا النظام، وشوفوا فين إلى ما آلت إليه الجزائر، انحطاط في كل الميادين، تدهور اقتصادي، واللي غادي يجي في المستقبل اكثر من اللي رحنا عايشينه اليوم. الخزينة نفدت، الفساد عارم، الحقرة البيروقراطية، الامتيازات، الكليونتيليزم. فحقيقة اليوم يمكن أن يكون مفسري غدا وفي الأسابيع المقبلة، أن تختارون أن تواكبوا الحركات التي واكبت كما واكب الجيش حركات أخرى استقلالية، والتي نادت بالديمقراطية في بلدان أخرى كالأرجنتين والأوروغواي والشيلي إلى آخره إلى آخره. فأطالبكم بعدم، إذا كان فيه أوامر لممارسة العنف على الشعب الجزائري لا تمارسونه، فإن الشعب الجزائري دستوريا وحتى إنسانيا لديه الحق أن يقول كفى، كفى لهذا النظام، كفى لهذا الفساد، كفى لهذا هذا الحقرة. عنده الحق أنه يقولها، وكل المؤشرات تبين بلي الشعب الجزائري راه عايش واحد أوضاع قاسية حقيقة، كانت نفسية أو بسيكولوجية أو اقتصادية. يعني الجزائر كره من هذه الأوضاع، فعليكم أن تختاروا الطريق الصحيح وما تروحوش ضد التاريخ، لأن التاريخ غدا لا يرحم. وبالنسبة للمحتجين كما قلت في بداية الفيديو، عليكم بالسلمية واللا عنفية، هذا شيء مهم، هذا شيء استراتيجي. ما تعطيوش الذريعة لأعوان الشرطة والجندرمة والجيش أنهم يمارسوا العنف عليكم. وإذا كان فيه استفزازات فالكلمة الطيبة، إذا كان فيه مثلا احتجاج يخيف أعوان الشرطة، وهذا يعني مفهوم، إذا كان فيه الشرطي يقابلوه 1000 ولا 2000 ولا 10000 بطبيعة الحال يخاف، ورسلوا لهم وفد، قولوا لهم يا جماعة راكم خاوتنا، رحنا جزائريين، الحاجة اللي تجمعنا هو هذا الدرابو الجزائري. حملوا لي درابو بالالاف، نحن المبتغى ديالنا هو الجزائر، البلاد اللي نحبوها هي الجزائر، البلاد اللي خصنا نطوروها هي الجزائر، البلاد اللي خاصك انت كعون الشرطه وانا ك ك ك كشعبي عادي خاصني الجزائر نبنيها دوله تاع قانون، دوله تاع عدل. انك انت غدا في جزائر الغد، في جزائر العزة، في جزائر العدل، في جزائر القانون، أن يكون لك دور بناء في الجزائر، ماشي تسلط على الناس صباح وعشية وتراقب شكون اللي عارض بوتفليقة وشكون اللي عارض النظام وشكون اللي عارض الآخر، واللي تزج به في الحبس، واللي تضربوا بالكف، واللي تسبوا ولا اللي تشتموا. يعني دورك غدا يكون ذو يعني
تحترم فيه لدورك، أنك تحمل الأشخاص والممتلكات. هذا هو الدور البناء تاع أعوان الشرطة، وأن أعوان الجيش أنهم يحميوا المؤسسات ويحميوا أيضا التراب الجزائري، ماشي أنه لما يكون في احتجاجات الجنرالات يخرجوا الجنود أيوة يضربوا في الشعب. ماشي هذا هو الدور تاع الجيش يا جماعة. فمرة أخرى، إذا كان فيه تخوف من طرف أعوان الشرطة وهذا مفهوم، وصلوا لهم وفد، قول لهم احنا رحنا خاوتكم، رحنا نحقر كيفكم، رحنا نهان كيفكم، رحنا عايشين ظروف قاسية كيفكم، ما نريد إلا تغيير هذا النظام، إرساخ الديمقراطية. هل فيه بلاد يتحكم فيها العسكر ناجحة؟ بالله عليكم هل فيه بلاد يتحكم فيها العسكر ناجحة؟ ما كانش. شوفوا غير مصر إلى ما آلت إليه الأمور، كارثة كارثة، المسجونين والمقتولين والاغتصابات في السجون والاختطافات والأمور الاقتصادية تدهورت إلى يعني إلى ما لا يحمد عقباه. 70% أو 80% حسب الإحصائيات تاع المصريين عايشين في الفقر. يعني واش راكم باغيين تزيدوا تحاميوا على هذا النظام؟ كفى كفى من هذه المهزلة، كيف كفى من هذه الإهانة. هذه يعني خاص الناس يتكلموا لأعوان الشرطة، ما يشوفوهمش كأعداء أيضا، يشوفوهم كإخوة، كمواطنين جزائريين أيضا اللي راهم يعانيوا الأمرين. وإذا شفتم أيضا في المسيرات ناس مندسين يحبوا يديروا أعمال شغب ولا تكسير ولا شتم، يجب عزلهم. وأنهم كما قلت أيضا في بداية الفيديو أنه فيه توثيق، اللي عنده تليفون يدير الرصيد الكافي باش يوثق لمدة ساعات واش يصرف الميادين. أكان يعني من المندس خاص يوثقه يفيلميه، قال راني نفيلميك غادي تلقى روحك في الفيسبوك، انت اللي راك باغي دير لنا البلبلة. نحن سلميين لا عنفيين، لا نريد ولا تكسير ولا ضرب شرطة ولا أن نضرب ولا أن نسحل ولا أن نقتل ولا أن نسجن. ولا نحن جينا هنايا باش نطالبوا تغيير النظام. وهذو الإخوان تاع الأعوان الشرطة والجندارمة والجيش إخواننا، فهاد الناس خاصكم تعزلوهم. وإذا لا قدر الله أعوان الشرطة مارست العنف، وهذا نتمنى وما يصراش، وثقوا أيضا، لأنه هذا النظام تحبوا ولا تكرهوا غادي يروح. يعني ما نقدروش نروحوا ضد التاريخ. وإذا راح هذا التوثيق يكون مهم في المتابعات القضائية، الناس اللي حقروا، الناس اللي مارسوا العنف على الجزائريين إلى آخره إلى آخره. فالتوثيق راه شيء مهم. وإذا ما كانش فيه يعني إنترنت، يعني اللي واحد ما يقدرش يدير فيسبوك لايف، يصور بالهاتف ديالو ومن بعد يطلعها كي الإنترنت يرجع، لأنه محتمل أنهم يقطعوا الإنترنت غدا. نقطة ثانية، جاتنا معلومات أن نائب في الـRND اسمه بوحة، يعني هذه المصادر تقول باللي راه يوزع لي تيشيرت فيهم رشاد لجماعة أشرار باش يديروا البلبلة وباش يكسروا باش يمدوا صورة سيئة على حركة رشاد. مرة أخرى نحن ننفي وننكر هذه الأعمال. رشاد ما راها توزع ولا تيشيرت ولا حتى شيء فيه رشاد. الشيء الوحيد اللي حركة رشاد تبنيناه منذ أشهر وهو الوشاح الأبيض، وهو وشاح ضد الفساد والتغيير السلمي اللاعنفي. فهاد الناس كما قلت راهم يوزعوا لي تيشيرت باش يمدوا صورة سيئة على حركة رشاد. مرة أخرى، حركة رشاد ومنذ نشأتها تطالب بتغيير جذري للنظام بطرق لا عنفية وسلمية. إذا شفت واحد بتيشيرت تاع رشاد يكسر، هذا مش عضو رشاد، ونحن ننكره إنكارا شديدا. ننفي أن رشاد قامت بهذا العمل. وكما قلت، إذا رأيتم ناس
بلي تيشيرت تاع رشاد، هم لسوا بأعضاء رشاد، بل يراد بهذه الحركة أن يعني يقولوا بلي رشاد راه تكسر ولا تساهم في أعمال عنف. هذا كما قلت ليس من سياستنا، نؤمن إيمانا راسخا باللا عنف والسلمية لإرساخ دولة القانون، دولة العدالة، دولة الحقوق والواجبات، دولة الحريات أكانت فردية أو جماعية. وصلت إلى نهاية هذا الفيديو، نتمنى غدا أن الاحتجاجات مرة أخرى سوف تكون سلمية ولا عنفية، ونتمنى أيضا أنه حتى وكان النظام يوخر يدير كما قال لك مارشاريار، يقول لك لا مع التالي لا غادي نبدلوا بوتفليقة، نجيب لكم واحد شباب وصحيح إلى آخره، ما يكلخوناش هذه المرة. نحن نطالب خاصة في حركة رشاد بتغيير جذري لهذا النظام، ما يجيبوا لنا لا رئيس واحد آخر ولا رئيس توافقي ولا إلى آخره إلى آخره. نحن نطالب بتغيير جذري لهذا النظام لإرساخ دولة العدل والقانون والحريات. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.